فقدنا ابني عمره 15 سنة من جلطة الأدوية، لا قدرنا ناخذه ولا قدرنا نجيبه ولا قدرنا، يعني لازم يحسون بينا وبأطفالنا وشلون جاي يصير بينا وشلون. ما قدرت أخذه، ظل على فراش إلا توفى، لا قدرت أخذه على دكتور ولا واسطة ولا شيء، أنا غير الله. توفى بين يدينا وإحنا قاعدين ندحج عليه.